الاخرين الجهه تلقى 11%. راه تقريبا 90% اللي خصنا نعبدو، وخص واحد المجهود استثنائي مع المتدخلين الاخرين لتعبئه هذا الموارد. الى هذا الفرق اللي كنطلبو بين 45 و 56 مليون درهم، هي 11 مليون درهم. هاد 11 مليون بالنسبه ل 427 مليون درهم الغلاف المالي كيمثل 2.5%، ولهذا 2.5 نهار 11 فاش يتم الانجاز هذا 427 مليون درهم، راه 2% راه يمكن زاد يمكن الدرهم والحاق الى غير ذلك. ولكن انا اللي ما نتاكد عليه وهو الاشكاليه فين كاينه. الاشكاليه اولا توقع عليه الاتفاقيه، راه مازال ما توقعش من طرف جميع الشركاء، وهذا ماشي بزاف. وثانيا تعبئه ديال الموارد الماليه من طرف جميع الشركاء راه ماشي بزاف. وثالثا واللي مهم جدا وهو تنفيذ هذا الاشغال. ولهذا انا نظن هذه الاشكاليه اللي مطروحه حاليا ماشي اشكاليه جوهريه، لان اولا المبلغ المتداول عليه هو 2.5% بالنسبه للمبلغ الاجمالي، والتحدي الكبير اللي خصنا